انتظر العراقيون أن تفك زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد الغموض حول ملف الحكومة، لكنها زادته غموضاً. غادر الصدر بغداد دون لقاء قادة الإطار التنسيقي وتحديداً هادي العامري، ما يعيد الالتباس حول فكرة التحالف بين الصدري وكل الإطار أو بعضاً منه. تصريحات عضو الإطار وائل إركابي كشفت تعمق الخلاف، إذ لمح إلى أن خيارات التنسيقي باتت أقرب إلى الذهاب للمعارضة أو مقاطعة العملية السياسية. عدوى الخلاف الشيعي انتقلت للمكون الكردي الذي بات طرفه في سباق محموم للفوز بمقعد رئاسة الجمهورية بين برهم صالح وهوشيار زباري. ستكون المنافسة حامية وربما تنعكس على تماسك الأكراد نظراً لثقل المرشحين الرئيس الحالي وزباري وزير الخارجية السابق. لا يظهر من هذا الجدل سوى ناج وحيد حتى الآن، البيت السني الذي رتب أوراقه بتحالف عزم وتقدم ليؤمن 67 مقعداً ويتجاوز محاولات الاستهداف المتكررة لرمزه الأهم الآن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. لكن وتيرة العنف ستتصاعد كلما تحركت الأمور سياسياً على غير هوى البعض، والدليل هجوم مطار بغداد اليوم والذي وصفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه محاولة لكسر هيبة الدولة، معتبراً أن من يسكتون عنه يمنحونه الغطاء السياسي. على كل يبدو الصدر عازماً على الاستفادة من كل هذه التشابكات تعزز موقفه القرارات الصادرة عن المحكمة العليا والتي صبت حتى الآن لصالحه في مواجهة الإطار. المحكمة الاتحادية تحكم بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد ومخرجاتها من اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه، وترد الطعون التي قدمها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني. هذه هي المرة الثانية التي ترد فيها المحكمة الاتحادية طعناً يقدمه الإطار التنسيقي ومن معه حول نتائج الانتخابات ونزاهتها تارة، وحول شرعية ودستورية الجلسة الأولى للبرلمان تارة أخرى. بعد قرار المحكمة الاتحادية هذا، بات الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام البرلمان لاختيار رئيس للجمهورية في مدة لا تتجاوز 8 من الشهر المقبل وفق التوقيتات الدستورية المحددة.